أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، أيضا هذه سائلة تقول بالنسبة للتجميلات عند النساء، حقن شد الوجه وكذلك حقن نفخ الخدود التي تعملها بعض الفتيات، هل في ذلك شيء في الشريعة الإسلامية؟ نعم، هذا لا يجوز لما فيه من الغش والتدليس، وأيضا ربما يؤثر على صحة المرأة، صحة الإنسان، لأن هذا شيء مصطنع وأدوية تعمل للجسم، وهؤلاء الذين يعملون هذه الأعمال يغششون المسلمين، لا يجوز هذا العمل ولا احتراف هذه الحرفة لما فيها من التدليس ولما فيها قد يكون فيها من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. نعم.